خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم يا باشا حبيبي. شاكرين قوي. يلا انا مش عارف انت اللي هنا يا فندم يا عيني. فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي فيها يا فندم. يا راجل اجري من تحت. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر. عدى من جنبي وبيجري. خشش في ركبك. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمده. بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور. انت يا اخويا اصلب طولك شويه. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمده. ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا قلب. بطل ولولا زي النسوان يا واد عيب. اخرس بقى. هاني عايز مصلحتك. الله. اقف ارفع راسك لفوق واياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي وارفع راسك لفوق وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري ابوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده. دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ. وصيتي ليك عيالي مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد. بنسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمدي؟ يا دي عبيط افهم. الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب. وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناتك. وادي علوان. شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت وخلي عندك نخوه. احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان. لا بالراحه عليه. ده راجل ده حبيبني وبيننا وبينه عيش وملح. قلبك كبير يا حضره العمده وصدرك كله حنيه. اعمل ايه يا سخنه؟ ما هم كلهم ولادي. يا 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 يا
بشراكم 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 أهل دنشواي. أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هني وفرح وسرور، وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين دي مكتوبة لكم، مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. ما الطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب بصوا، انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك ده ولا طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لا لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار. قام هيشنقوني. عارف عارف الطابور ده كلاته؟ هيموتوا مشنوقين. يا عيني. وانت معاني. لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خمارة يا كلبه. لا لا اصحى بقى. مش الذنب اللي يتقالوا خمارة. خمارة ده ادهالك عشان خاطر رواجب الضيافة، انما الكلبة دي انا ممكن اروح لك مضابة. المفتاح والباب والخمارة والانجليز. بس عرفت انا نزلت فين، بس خلي بالك خلي بالك انتوا مش هتقعدوا كتير، ها؟ اتعمل عليكم ثلاث افلام، الذكورية وبين الاسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشنق. يا عم حمارة مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا فلانة السيادة. انا بص دي بص اوعى ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سخونة خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلبه كل اللي بيعمله كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أنا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمدي طلع زعيم بحق وحقيقي. هاني أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والإنجليز أكيد مش هيسكتوا.
نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي الحكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمده مطرح ما ترش دقلي. وانا هدقلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا ولا ولا نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. ايوه انا ما حدش ذوقكم على غلط. انتوا مش عايزين تعملوه؟ لا ايوه لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. ايوه النهارده يوم الجلال. ايوه كفايه بقى مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. ايوه الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه وتحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. نموت نموت ولا احيا عندنا. هيصة 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 عندنا هيصة 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 هيصة. بس يا بنت التوهيل، هو انا كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حد وهي يلا بقى كيش ماشي يا فكيه. يلا يا بنت خوري خوري طلع عمرك. نروح زي ما انا قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا يا رجاله، ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلتها. ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. نقول قولك يلا بينا. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. شفتك وانت شفتك كنت بتوزعي البنات صحباتك، يعني بتوسعي سكه كده عشان انت معجبه بيا. يعني حسيت انك معجبه بيا، فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه. سنه سخنطات كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي؟ اسيوي في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزبة اللي ورا دي. بس يا بيت بقولك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقولك ان انت عسل مكرر. اه يعني خيوبين علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة بشافك حدف يبين. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية. لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفة اسمك. والنبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي. لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد بيقول لي سليبي. يعني اوبا ليه؟ أبا ليه؟
والنبي عسل. لا انا اسمي اللمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سيلبي. بقدرش اقول لك لبي، سيلبي. عشان انت مو هتذبه ايه، هتقولي سلبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي تقولي ده غلس قوي. تعالي، مفيش هنا اي كفه شوب؟ كفه شوب او انزرال؟ في كوسه شوب او في انزرال؟ تقصد دروه؟ دروه ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه دروه يعني. ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد، وكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده، وبالده اردب قبح، وبالده بطين ده بستلف بني بليب. اشترى بيه حلاوه طحيني بليم. ايوه بليم وجاب بيه حلاوه طحينيه. ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه امال ايه، واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد، واخد بغلبه فيه نزله فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ إيه؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كان عشان خاطر يتعني ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه، تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه؟ 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سيلبي؟ لا 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 بلاش سيلبي دي بقى، يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده، وشيل السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما اقدرش. انت سيلبي وهتفضل سيلبي يا بنت. ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سيلبي سيلبي. طب وهم ما قالهمش على سر كنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سيلبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. ايه؟ داني شغاله هناك. كان صحيح حكايه الكنز يا اولاد؟ ايه يا بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سيلبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز وناخده انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي، عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك اللؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بس انت يلا خديني هناك. استبينا خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقي. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند، وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت دول اخواتك يا سيلبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات، ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. انا قول لي يا سيلبي. ايوه هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتاخذنيش يعني يا سيلبي، لبسك كده غريب، الجلابيه والعبابه والجزبه. طب احنا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس لان معلش ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. وتفهم ايه بقابك دي يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه وهتخرصي، لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض. ده تكسفنيش يا سيلبي. يا بنت انت كرهتني في السلبات. عاش فعمي. الناس دول عاش فعمي. الناس بترحب بك يا سيلبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم يا
أيها الزعيم. لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك، بس أنا أصلا عندي مشوار كده يعني، وفي بقنا عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك. أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة. أيوة إحنا هنقضي الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة. أيوة لازم نحتفل بيه. أمال إيه؟ أحيا مصر. أحيا مصر. نموت ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. أيها المصريين الأحراز. أيوة المصريين الأحراز. أيوة وخذوا كل بلدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا. أيوة من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها، لأنهم خلوهم ضيق هم دول اللي ينفعوا في الثورة. صحيح مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجة زي كده ونتكلم في 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 المرتبات بتاعتنا. أحسن ما نسكتش على 15 قرش بس. أبدا لازم يبقى مش أقل من 35 لتر. أيوه طبعا مش المفروض كده. أيوه أمال ايه؟ انظروا للحنفية. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء، مفيش ترعة. مفيش ترعة. ناشفة. الترعة جفت. يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعًا. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعة. أيوة حول على المالح. يلي على الترعة 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 حول على المالح. بقى بيوجعني. ليه؟ أنا لسه بيوجعني. ليه؟ بقى بيوجعني من مشي امبارح. يلي على الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقى بيوجعني. لموسى لموسى لدى يا ريت لموسى يا ريت يا لموسى انت ريت تعال لموسى عندي من هنا. وبعدين تاريخ المهن المشرف بينهار كله قدام عينيا. الله يخرب بيوتكم. الله ما عارف اعمل ايه. ها يا ولاد ايه؟ انت كده؟ ايه؟ في حد؟ في حد يا اختي؟ انت شايفه؟ انا في الصالحة. انت صالحة؟ لا. انا في الفرن. في الجد. ونحن نحسنا ان احنا موجودين في البيت معانا كتير. ماشي ماشي بس بالراحة. انت شايفه جده في حته؟ مين؟ شايفه جده؟ اجري بس بسرعة. طيب طيب. اجري. بالراحة بس. يا لميس. بجري لو عندي يا لميس. وي ما تزال هذا الفرن. لميس هذا الفرن. انتوا فين؟ يلا 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 هلا اهو اسكتي هادي بقى بس نسيتي بقى وده ايه؟ حاجة غريبة جدا. هو غريب؟ أنا بطلبك أنت قافلة تليفونك ليه؟ إيه يا جدو إحنا كنا في الجنينة بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ إيه ده؟ وأنا كان ممكن نخرج؟ والنبي ما قلتليش ليه كده يا لموسة؟ كنا رحنا جامعة الدول العربية وكان كشري عند فرغلي وسيبنا نفسي عند عصير القصب. سكر سكر يا تحت سكر. أنا ما فيش حاجة كنت بطمن عليكوا يعني. لا إحنا كويسين جدا يا جدو. طب أنا كنت عايز أتكلم معاك شوية. ماشي. طب هو بدل بقى عشان دي خطرته دي في فريندز. فريندز. ماشي؟ ماشي هاتي. ما أنت أنا بنزل في إيه؟ أهو؟ أيوه برافو. أمال حبيبتي أنا هصدرك بعد يا لموسة. ماشي. كده؟ راح. تركض يا لموسة. ماشي. بس. مش عايزني أجيب لك شاي المكتب؟ لا. بتزعل ولا إيه؟ خلاص. ما أنت بتزعل. الله. ناس خلاص. تسمع على كده يا ميزو. لا دغور. اسمعي.
انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع طاطا، لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر. انا خايف لو طلقتي منها كام لفظه ولا كنت تبقى مصيبه. ايه ده؟ لا طبعا، دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه. يا شيخه ايوه. ايه القطط اللي عملتيه في اوضتي ده؟ مغسل هدومي. هدومك؟ طب ما احنا عندنا غساله. طب افرض النور قطع، جوزك يعمل ايه؟ ينزل وسخ وسط النسوان ويتريق عليه ويقول الست دي معفنه؟ الست دي مش مهتميه بجوزها؟ يا قطط انا مش متجوزه. يا بنت انت اللي تركزي، لازم تتعلمي متجوزه او مش متجوزه. بصي لازم تتعلمي. تعالي تعالي. اجي؟ تعالي اقعدي يا بنت. ايه؟ اقعدي امسكي الحته دي. امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها. امراسي بقى كده. انت تغسلي فانيله نمله؟ انزلي اغسلي بايدك كده كده. هاتي عافيه، نعم هتعافي كده. اتعافي يا بنت كده بخصوص كده خلاص اهو. امراسي جامد. ايوه جميل قوي. اه سوري. يا نهار اسود. ايوه امراسي كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ كده حلو قوي. في ايه؟ انت ملبسه بقى. انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. معلمها ايه؟ معلمها تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهار. ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مديني قلب اهو. انا عارفة العرض اللي جاب ثلاثة. جراحة. ايوه. هو راح فين؟ طلع بره. يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي، لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي. يا طاطا تعالي بقى. ماشي ابو دجاج اهو الباب اللي مش عارف هو فين. وبعدين اجي فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد عايز اتكلم معاك. انا مش عارف بس يعني ايه. ايوه عادي يا اختي عادي اهو. ايوه انا منك مش عارفه ايه. نعم انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ افرض اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ايوه ده حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفول عليا يا وليه اللي ايه ربنا ياخدك؟ يا راجل انا بحب ولا بتبين من الممول. يا عباس بيه؟ يا عباس بيه فهم شويه. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره دي ايه يا عمر؟ ده ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. يا اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلها ولا بتاع بقى. انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. صحصح كده شويه يا عباس. انت جيت في مره كده لواحده كده رحت جايب لها صباع رز. جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر؟ جيت في مره رحت جايب لها مسكره. جيت حسيتها في مره كده في مره من المرات كده ان هي بنت وكبرت وبقت عروسه وبقت حلوه وطلبها الاكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول انا مش عايز العريس ده، لا انا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جيت انت تحكي على كده؟ انا ما بحبش اسمع الكلام ده. تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع. انت ما انا مش عارف معاك اي حاجه خالص كده. ما انت راجل ما تتعاشرش. طلعني انا مش سايقاك. وعده عده من الليالي. قاعده عدى من الليالي. قاعده عدى من الليالي. هو ماسك ولا عندك ولا الشفه عامل عليه؟ قاعده عدى
الطبلية ليه؟ عدا عدا ليه؟ عدا عدا الطبلية ليه؟ لم فطرني جبنا الرومي يا معشيني جبنا الرومي كل شوية تقول لي أمي طب قولوا لي أعملوا إيه؟ عدا الطبلية ليه؟ عدا عدا الطبلية ليه؟ عدا الطبلية ليه؟ هو عدا بعد عدا إيه؟ قول لما انت عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي واللي عرفتي على طول بتخش برضه القلب وكمان جمال وانوثه تحبي منظمبلي تحبي باديكير مانيكير ادعك في كعب رجليكي اعمل لك مساج انا بحبك قوي يا انوثه واللي عرفتي محصوره انا بحبك عندي كابينيه اجيب لك تاكلي لا ده ما بيش نفسي هتاكل هات حاضر يلا يا بنتي نحمده هات الاكل من عليا يا معلم هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاكي بعد من الزنزانه يا اختي بخطيها ثواب خدي كل لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني ليه البنت دي صوت حد قوي ممكن تعمل شريك قوي او لولو يا اختي شربات كلي يا اختي كلي انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا لقيتي دلوقتي مزوده لا 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 كلي يا اختي كلي وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده كلي كلي يا اختي كلي الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل كلي بعد ما زدتي كلي يا اختي كلي يا اختي كلي انا عملت طعميه لا فضلت خيرك كفته نعم النبي والنبي كفته ربنا كلي داني زلوتي زلوتي هل رأيك حلوة مش كده كلي يا اختي حلوة قوي كلي كلي ايه رايك في الباروكه دي حلوه رايق سمير مالك انا عايز حق في عمليه قطاط على داير مليم وبات الكلام جرى صالح ما تفتح حاضر حاضر يا سعاده البيت حاضر هيا يا عم صالح ازيك يا سمير ازيك يا ليلى ازيك يا حبيبي اهلا يا حبيبتي الله يا بابي دي باروكه ممكن العب بيها شويه لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل بابي حبيبي جايب لك حته هديه تعالي معايا اوريها لك يلا بصي بقى مالك يا سمير في حاجه بينك وبين شعبان لا مفيش ما تخبيش عليا في حاجه يا صالح اسمها ليلى جوزك لايف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام ازاي بعدين هقولك امتى قريب هقولك ما تقلقيش العزل ريس طمنا عليها يا دكتور لو سمحت هتقولي نبيس ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي بعد إذن حضرتك نبيس لميس ايه بس اللي انت بتفكري فيها دلوقتي احنا في ايه ولا في ايه؟ سرقتوا مني الكلية ولا تحضر؟ تمضر؟ ولا خط الممبر؟ ممبر؟ انتوا خدتوا مني عملتوا عملية فتحتوا فين؟ انت فتحت فرد بقى عشان تسرعوا مني دي وانا دكتور انا مالي عملت انت ذكرت الاعضاء نعم كنت بتاكل فذكرت الاعضاء اعضاء مين ايه اللي انت معلقولي ده الجلوكوز جلوكوز ده انا مش عايز جلوكوز انا عايز اثيوبيا
صوبية ايه؟ ما دام عايزة صوبية، عايزة صوبية او خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وانت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ ايوه فين لميس؟ لميس انا كلمتها وجايالك. لميس. الله. انا عايزة لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين؟ ما انت بتنيلي قاعدة اهو زي القرد. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ أهلا يا موسى حبيبتي يا عزازة يا موسى. أهلا يا حبيبتي. وحشيني قوي. أنت كمان وحشيني. شوفي حاطين الإبرة في دماغي. سلامتك. حاطين الإبرة. مش أنا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. أهلا إيه؟ الحمد لله. وليه أيوة أنا ما أقدرش أتأخر على قطاطا يا جد. خلاص خلاص العبوا مع بعض. أنا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامة يا بيسو. بيسو. كيف عملوا فيك ايه في السجن؟ خضتيني عليك. عملوا فيك ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليك، انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجيلك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه. شوكولاته شوكولاته؟ اه. نبي؟ ايوه. حلوه قوي. حبيبتي. منك هديك ليا. ويدلعك ويدلعك ويعطاك وياخذي حلوه يهدي يمتك ياخذي حلوه يهدي يمتك رب 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 رب. خلاص دلعتيني وهنمتيني بقى. ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ هيكون ايه يعني غير الحدوته؟ يلا حدوته؟ بدي ايه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي لك اهو وجاي معانا كلكوس. لحنيه فاتت حية. انا اطلع لهارس ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليبي؟ الديانه الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين في شباك. ايوه في بين ده. في شبال، في فوق، في تحت، في بطلة، في البين، في شبال، في فوق، يلا 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 في تحت يلا في تحت يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمد يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده. الصبر حلو وكل وقت وله اداء. والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا اللمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. اللمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامه يا شنتله. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ وحياة أمك لاجيب اسمك بالمرور.
لكن ايه اللي صابك يا زينه الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. نادر عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدى يفوق اهو. الكنز سليبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، بيخطرف يا رجال. أيوة صابته، الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده أنا دغدغتكم كلكم. أنتوا بتضربوني؟ عايزين أنا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليب. أنا هتضربوا معاك نوريك أنت. أنت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو إيه اللي حصل يا سليب؟ ولا فاكر يا فتحية. أنا فاكر، بس أنا كل اللي أنا كنت فاكره إنه كان في خناقة مع حد فرديته بالبنية. أنت دحنا إيديا دخلت في عطر. أصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحية أنا ولا حاجة؟ مش مهم، حمد لله على سلامتك إن شاء الله. أنا ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدقني أول مرة حس إن في ابن الأدم بخاف عليا، وفي في حنية كده وودن يعني دنه. قول لي بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزيدي. يا عم استنى، انت انا مش عارف التمييز اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظة هنا عاطفية تميز لحظة فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخاطر بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغك انا فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتقد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز انا هخلص عليك. خبر ايه يا حضره العمده؟ اهدي مش كده؟ ساعه الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رايي؟ اخرس انت هلا حط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمدي الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمدة. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب.
لا يا عمدة انا بخاف منه. خاف خاف يا نغة، افتح الباب يا خيخي. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني اني اني ايه ده؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت واهلك اللي هدوء وعيلة واطية ولا عيوان. طخ الواد ده عيارين عديم الرباية ليه؟ البندقية ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مرة قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجدهي يا فمك. يمين بالله تلاتة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة التلات يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان. استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا فش غلي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. اخصي عليك وتفل. الحمد لله الحمد لله انني راجل أعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. والنبي يابا علقيلي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه شاي لسليب. حاضر يا روح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عائلة عائلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت. ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينة ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحيه. لازم اني نزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمانه نزل وغرق دلوقتي وبيقول انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترب نفسك يا سيليب. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده يا بنت بالراحه. العيله دي قطع عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوب السكر وامه بتجيب الشام المزارع كينيا وبنت قافزه على رجل. بتكسف ديجي سيليب. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي خليك معانا يا عم الحاج وانت نايم كده. ها بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه
بتفكر ازاي وانت نايب؟ بفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ عشان نبقى عامل تنس ولا ايه؟ ده ليه بصك دي؟ هو فطيرة وخلاص؟ انت مش عندك ناس كده وعندهم انت عارفه ان انا اعرف ناس عندهم مش جايين ياكلوا حتى لقمه خناشفه بتاعت عيش؟ الناس دي لو اترمى عليها الاكل ده هتبقى مش هيبقى فيه مجاعه في البلد. صح صح ولا لا؟ قطاطا معاها حق، عشان انت مفطريه، في ناس حرام غالبا مش لاقيين حتى قطعه سليزونهايه واحده. ما هو شفتي؟ مفيش حد لاقي زيتونهايه واحده. طب انت بقى الاكل ده كله ليه؟ سيبيه انا هاكله. شفت شرط تقول لك مجاعه، مجاعه اجي وليا مكرمشه طول ما هي قاعده تلخ تلخ. شفتي مجاعه ايه؟ بدلينا بقى يتحرموا. هو في مجاعه اكتر من انا هاكل انا. شفتي هتقول لي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي. انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر. قلبك كده بدل انا تدعى عشان تسمعها كده. سيدة القصر. امشي من القصر وشك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر وغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش قدامك السادة دلوقتي. مشيت خلاص والله. الحرمية دي. مشيت. انت عارفاني دي حرمية؟ وهي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت يا تاتا. ما تحت تتكلم يا كان. مساعد يا إكرام وما يحلى الكلام إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. أه اللمبي يا حبيبي يا لمبي. أهو جايب البسبوسة وجاي أهو. جايب البسبوسة. يعني يعني ايه يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي؟ على اساس ان جالك خبر ان الليمبي اتقلب من زودياك في الطيارة ولا ايه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أنا منافق. أنت منافق أنت بمنخرين أنت. ما تخلص يا قال. احنا هنقضي بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص. الله ما ترمي من الطلعه يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان في شرع مين؟ خليك معايا انت بوقك ده. في شرع مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تنشغلش. طلع ربنا يتقن يا اخويا ويبتليك بمرضي يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنت حسان طالع مني. ربنا يتقبل لك يا عم محجبك. ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكوا كده على نار. بقول لك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه؟ طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولك بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروس.
شخصي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. نخدم ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير بين غير جواز. حكي بسليبي بفيش بينه. انا عرفت ان الحياه رايح فين يا سليبي؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بديش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سيلبي. لا انت طلعني منك يا حبيبي. وطلعتني؟ ايوه انت هتتهدي بالسلاح. عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري؟ يا لهوي يا بشبتك يا فتحيه يا فضيحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده يعني من استنى بس وافقت عشان هو عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش هسكت والمصعب ده هسكت بقى. انا هولع في البلد دي. انا هقطع الشجر بتاعها واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهرني وش يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يالي تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يالي؟ انا كنت بمدح على التعليق. ايه؟ لا غور يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك مطلوب. يلا يا مجنون غور يالي يا مجنون غور يا مجنون. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه لعلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا عروسه. بس يا قمر قمر يا ناس قمر قمر البنت دي وزه وزه. ايه يا عمده دي بطه بط. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة. يطلقكم مراتك بالقوة. حق بطردة وسمعودي. أنا إيه عند الحاجة وأنت كل شوية مقضيها لي ألغاز. إيه اللي بتطردة وإحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم هفرقوا على العمدة ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرناطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجعنا وحسن ابو خد كبير. ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيدة زينب؟ يا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوه. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوظي. بلوزه اللي هما بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي وايه صوت المية ده؟ يا فتحية بتعمل بالبيرو يا رفع حن؟ اسمها عواطف. نكتب وانا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعافة ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريده. يلا امشي انا هنا سيدة القصر. يلا اسرح حقك.
خدامه. بقول لك ايه، خدامه بس بشرف. بص شرفك والنبي ديدك ساعه على الدائري، بيننا شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر. بصي بصي بصي، بتشتمي بجدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول. اخرجي عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البيت. لا ابو النبي خرجيها ليه؟ ده اكل عيسى ليه؟ دي غلبانه ودي ست بردك خدامه، يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلمه. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجه تتعمل فيها حاجه. ماشي يا بيئه يا دوكل. اسم الله عليك يا اللي جايه من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت، هتاخدي ضربه من تحت باطك ان شاء الله، تخرج من صخاريخ ودانك وتبقى مجنونه من قلب التست. مش عارفة هتموتي مني ليه؟ مولعة ليه؟ ها؟ أنا واثقة من نفسي. واثقة من نفسي. أنا واثقة من نفسي وعارفة أنا عارفة أنا عاملة إزاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدها أجيب مراية ليه؟ المراية اللي وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وأنا معفنين يا خدامة. وأنا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا أخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بيكي حتة. خلصتي؟ طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي، والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي يعني جاي من السنزبيزيشن بره؟ ما كانش جاي، ده كان بيتنطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه باسم الله الرحمن الرحيم ويروح رافع باطه والمراه تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفايه كفايه قطط قرفتيني. انا خلاص خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم. طماطم اسمها قوطه. قوطه اسمها ايه؟ قوطه. قوطه قولي ورايا. قوطه 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 قوطه. ايوه كده خلاص. خلاص اتفضل. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطه يا اختي؟ هو كلام نسوان بعد من المطبخ وما نتكلم في خلاص هي دي. قطعتها بس كده. حلوه قوي. حلوه؟ ايوه. بس هاتي بقى الفرقه اهي، برك كده وبرك كده. طب والصدر؟ ما له صدر بقى زي الفل اهو. يا مرد عجيان. لا قطعت، انا ما اقصدش صدرك انت، اقصد صدر الفرخه. ايوه يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب انت عارفه الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبه بلدوج. كلمة البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. صعب عليا الكلاب الصغيرين البلدوجات، ورحت خدتهم وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني، انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس، انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت بتفكري هنتكلم في ايه؟ انت تفكري ان السؤال في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ بيقعدوا يتكلموا على دي؟ ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما. وتبص تلاقي المرة من دول سرح الكاتب الجربان وتقول لك يا احسن مني. هي كده كلام نسوان تعملي ايه؟ مزوع. يا قطط انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من حاجات بيقعوا. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد. الحب مش بالعافية. الله 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 الحيوي خشى جرافيه امها وقفة تترجفي للمراجوز. طب ما بتترجفينيش اني لا. هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي. الله في عمامها.
ساتر يا رب. يا عيني عليكي يا حبيبه امي، ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليه؟ مالي يا عملون، مالي عملون يصلحوا للارض عليك. يا حلوان فين الزفه يا ولد؟ ايه يا بلد، مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه. دبت نمله زقزقت عصفوره، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر، خصوصا في الليله المفترجه دي. فاهمين يا حوش؟ هو فات حوش يا عمدي. انت الحوش يا غبي. بطايه. فاهم يا عمده؟ فاهم. نورجتك ده يا فمك نور. يا الله، ما انت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت؟ انت يا روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها عايزه ايه؟ لا صحيح، في ايه يعني؟ تعالى يا عمري. وطي صوتك. طيب ايه؟ ايه من عند الماء بالراحة. ايه ده؟ خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا يعني اصل الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه؟ الاجراءات يعني. انت يا راجل مش اتزفيت واتزفت واتنيخت بستين نيلة؟ في ايه تاني؟ واني يعني هجيب العيل بالزفه بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا يعني؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضه يا عمدي. ليه؟ هي غارة؟ وطي اللمضه. حاضر يا بتدر. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ اقصر الشر يا بتدر. ايه العجلبيه يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني أبدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار. العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بلعبته وظلمه وجبروته، ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحي ده سليبي. يا حبيبتي حبيبتي انت الحق. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله الحمد لله. اخيرا فتحي، القدر جمع بعضنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. اخيرا اخيرا اتسبع بناي اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحي، انا قول قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحي من جوه. تعال تعال شوف اكل العروسه. الاكل بينادي اكاله. كل ما تحت يا سليبي. الحمد لله
ربنا بيرفع من هنا وبيمسن من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البوهيم هذا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز، خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وانعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصرتي يا بصرتي يا فتحي، نهار الجزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصرتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيكي عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستعصصت، ها؟ سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او من يعني من يومين، فاحنا مفيش. انت تحلي لي دلوقتي يا بت، انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح، والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايز يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده، ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الغرامة دي يا ولد. فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النيج منزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده. وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة. سيادتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا طوحة. حياتك بقى زود الاوردر عشان قدر صحي تعب المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزة ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبة حليب وبقسمتين وخيارة، انما القت عليا انا. ده انا هشرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه ده تعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه، ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركه يا عريس. صباح يا بركه يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى. هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركوا لك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها؟
وتقول لهم مشكرين جدا على العار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سيليبي، الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف؟ أنا نعمة أصيلة البت دي. والله بيصون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وأنا يا بنتي بموت في إن أنا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوتة بقى. يبا يا سيليبي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل بقى ايه؟ اللي رايح وراجع ما تتحركش. انا هقعد فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحراضيك. وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لك. حضرتك وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عملي عملي حنوبه على صدري. انا عقبال نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيليبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص، لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلبيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. خليك قفشه قفشه جنب، خليك قفشه جنب. بس انا هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعه. اللي جابك الكارته دي هنا؟ مش عارف انت جايب ايه. بسرعه يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر. يلا انا مهلك على مهلك يا سليم. طب تخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي. يا عمدي يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه ياد يا حمار انت، ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكارتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين؟ ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة، أنا عايزة إمبي. حاضر حاضر، بعد الجيم ده يلا دوسي إكس. هتدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟ إكس بس مش إكس، اسمه إكس. فين الإكس؟ أهو. أهو. عشان إيه بقى؟ آه بيباسي بيباسي. مبراسي؟ آه. إيه مبراسي؟ بيباسي يعني بيعمل كده. من راسي لا ما يقصدش. هو بيوقعهم وهم بيوقفوا. ما يقصدش يا قطاط. يلا انا الخناق. الحكم خلاص صفر. بيوقع لعيبه؟ اه خلاص، قال الجيم اوفر خلص. ما تيجي نرقص. شتحت الحدوته يا قطاطه؟ ما انا هاكل الحدوته بس تعال نرقص. يلا ماشي. يلا يلا تحت يا ولاد. ايه ده؟ لا يلا تحت. ايه ده؟ هتجيب المطرب هنا؟ تامر حسني؟ هكلم تامر حسني ليه؟ هشغل مزيكا. حماجي؟ حماجي؟ لا ولا حماجي؟ لا محمد حماجي؟ يلا يلا يلا. حماجي ده حلو قوي. يلا 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 أيوة كتبوت كده. والله لو يا مرة أمك وأبوك كانوا مش بس ماتوا تخفيفين. والله كلام يا فني تعطوا يا دي بو. يا دي تعطوا يا دي.
ايه ده؟